وفي نفسه صدد ميشلين الأكاديمي استضاف المركز الثقافي مصطفى كاتب بالجزائر العاصمة معرضا جماعيا نقول للفن التشكيلي، ضم 46 لوحة زيتية لفنانين هويين وآخرين محترفين، وذلك من أجل خلق نوع من التواصل بينهم في مجال الرسم وفسح المجال كذلك للهواة الاحتكاك مباشرة بالرسامين الحرفيين ذوي الخبرة الكبيرة. جمعنا ما بين الفنانين الصغار والفنانين الكبار. المعارض هذه ما تعتبر عن 45 لوحة زيتية باش نبينوا باللي الفنانين الصغار يحتكوا مع الفنانين الكبار. على هذيك اللي نظمنا عندنا كل عام نظموا هذا المعرض هذايا والطبعة هذه، وهذه هي الطبعة الثانية. الطبعة الأولى درناها العام اللي فات والطبعة الثانية هذا العام.